في هذه اللحظة يحتفل أبناء محافظة الجوف بإيقاد الشعلة 56 لثورة 26 من سبتمبر في هذه المحافظة التي كانت من المحافظات السباقة لمحاربة ومواجهة المد الحوثي الذي هو امتداد كما يقولون في فعاليتكم اليوم بأن انقلاب الحوثي هو امتداد للسلالة الكهنوتية التي أطاحت بها ثورة 26 من سبتمبر وهم اليوم يؤكدون استمرارهم في الفعل الثوري المناهض لمشروع الانقلاب ولمشروع أيضا إعادة الإمامة من جديد إلى هذه المحافظة. هم اليوم يؤكدون أبناء محافظة الجوف استمرار الجمهورية ومواجهة البعد الإمامي وأحفاد الإماميين الجدد المتمثلين في الانقلاب على الجمهورية. ها هم الآن في هذه اللحظات يشعلوا إيقاد الثورة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر في محافظة الجوف. على الجرس.